الداخلية تؤكد الترحيل إلى أفغانستان بعد قرار المحكمة الدستورية. انتحار متهم داعشي في سجن بفيينا قبل ساعات من ترحيله إلى روسيا. الكشف عن حرب عصابات بين شيشان وسوريين وأفغان في فيينا. سوري ينكر انتمائه لعصابات 505 و515 بعد طعن مسلم في فيينا. خبراء يكشفون عن وجود مادة كيميائية ضارة في مياه الشرب. ومطار فيينا يشهد أقوى معدلات للسفر منذ تاريخ تأسيسه. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا عن نيته إجراء محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا إتاحة عمليات الترحيل إلى أفغانستان في الحالات الفردية. وأوضح كارنا أنه كلف المكتب الفيدرالي للأجانب واللجوء بمراجعة حالات أخرى من أفغانستان، مشددا على أهمية التنسيق الأوروبي في هذا الشأن. وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن الوضع الأمني في أفغانستان تحسن بما يكفي للسماح بعمليات الترحيل في بعض الحالات، وتتعلق القضية بشاب أفغاني رفض منحه اللجوء أو الحماية الفرعية. وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار، واعتبرت المحكمة الدستورية العليا القرار جائزا. انتحر داغستاني في مركز ترحيل في فيينا قبل ساعات من ترحيله، وكان المتهم عضوا في تنظيم داعش، وتورط في التخطيط لهجوم عشية عيد الميلاد في فيينا. وكان المشتبه به جزءا من فرع داعش المعروف باسم خراسان، وخطط المشتبه به مع آخرين لشن هجمات على كاتدرائية كولونيا وكاتدرائية سانت ستيفان. وبعد تحقيقات من إدارة حماية الدولة وخدمة الاستخبارات، اعتقل المشتبه بهم في فيينا وألمانيا قبل عيد الميلاد، ومع ذلك أفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة وتم نقلهم إلى مركز احتجاز لترحيلهم. وكان من المقرر ترحيله إلى روسيا عبر جورجيا، لكنه شنق نفسه باستخدام منشفة وأربطة حذائه. صرح ديثما بيرغا من المكتب الجنائي في الشرطة النمساوية في فيينا بأن العنف في المدينة وصل إلى حالة مختلفة. وأكد بيرغا أن الشرطة لن تسمح بأماكن يخاف الناس من الذهاب إليها، وأوضح أن النزاعات بين الشيشانيين والسوريين والأفغان هي روابط منظمة، ولكنها ليست عمليات إجرامية منظمة كما هو الحال في ألمانيا، حيث تأتي هذه التحركات على خلفية نزاع مستمر منذ شهور بين الشيشانيين من جهة والسوريين والأفغان من جهة أخرى. وقال بيرغا أن الأمر يتعلق بإثنيات لديها نزاعات بالشرف، واستبعد أن تكون مرتبطة بمشهد المخدرات وفقا للوضع الحالي. Bei der Schwerpunktaktion am Dienstag waren Cobra, die Hundestaffel und Dutzende Uniformierte im Einsatz. Dabei kam es zu Sicherstellungen von Waffen, Personenkontrollen und Durchsuchungen. أنكر شاب سوري في محكمة فيينا الجنائية تهمة محاولة قتل شاب شيشاني أمام محل بيع الآيس كريم في فيينا مارس الماضي. ومثل شاب يبلغ من العمر 20 عاما أمام المحكمة بتهمة الطعن، وكان الضحية وشريكته في محل آيس كريم تيشي، وتزوجا حديثا حسب الشريعة الإسلامية، حيث شاهد المتهم يتحرش بفتاة ويشتمها، وتدخل الضحية لحماية الفتاة فطعن المتهم الضحية مرتين وحاول الهرب. ونفى محامي الدفاع تورط موكله في الطعن، مؤكدا أنه ليس جزءا من عصابة 505 و515 السورية العشائرية. وقبل المحاكمة نقلت الجلسة إلى القاعة الكبرى لدواعي أمنية. كشف خبراء الكيمياء البيئية عن وجود مادة ثلاثي فلورو أسيتيت في مياه الشرب بالنمسا المعروفة ببقائها لمدة طويلة. ودعت منظمة جلوبا 2000 الحكومات إلى فرض حظر فوري على المصادر الرئيسية لها، بما في ذلك بعض المبيدات الزراعية ومباردات الغازات. وأجرت منظمات جلوبا 2000 وبان أوروبا اختبارات على عينات من مياه الصنبور والمياه المعدنية في 11 دولة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النمسا وألمانيا والمجر، حيث كشفت النتائج عن وجود المادة في 32 عينة من مياه الشرب العامة وعينتين من آبار خاصة في النمسا.
حقق مطار فيينا الدولي نجاحا كبيرا خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي، وسجل المطار في 28 من يونيو ذروة ازدحامه ليشهد أقوى يوم سفر في تاريخه. وتعامل المطار مع أكثر من 3 ملايين مسافر في شهر يونيو بزيادة 6.5% عن يونيو 2023، وبلغ إجمالي عدد المسافرين في النصف الأول من العام 16.5 مليون، كما سجلت مطارات المجموعة فيينا ومالطا وكوسيستا 20.40 مليون مسافر، وارتفع عدد المسافرين إلى غرب أوروبا بنسبة 7.1% وشرق أوروبا بنسبة 6.2% وأفريقيا بنسبة 20.5%، كما شهدت الوجهات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا بنسبة 6.8%. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.